هنا أيضا سائل يسأل يقول: ظهرت في الآونة الأخيرة الإعلانات عن طريق المشاهير. السؤال هنا: بعض المعلنات أو المشهورات يعلن من غير التزام بالحجاب الشرعي، هل يأثم من يطلب منهن أن يقمن إعلانا له؟ علينا أن نتقي الله تعالى في كل شؤون حياتنا، وأن نكون حذرين من أن يدفعنا حب المال أو حب الربح إلى التغاضي عن الأحكام الشرعية المتعلقة بالمسألة. الوقوف عند الحكم الشرعي أمر واجب على المسلم ولو فاته ما فاته من الأرباح أو من المكاسب المادية. يعني لابد أن ينطلق المسلم من مبادئ تضبط حياته، لأنه لو لم يلتزم بمبادئ فإن نفسه ستسوقه إلى ما فيه ضرره العاجل والآجل. ولذلك فالمشاهير الذين يروجون لما يخالف الشرع لا يصح للإنسان أن يتعامل معهم بما يزيدهم شهرة وظهورا، لأنهم بذلك سيتمكنون أكثر من ذي قبل في نشر باطلهم وفسادهم. ولذلك كل ما يخشى منه مضرة على المجتمع فعلى الإنسان أن يحذره. فلا بد أن يختار، إذا أرى إن كان لابد له من الإعلان عن طريق المشاهير، أن يختار أحسنهم وأفضلهم وأبعدهم عن الريبة، وألا يكون ممن يروج أو ينشر أو يدل أو يسوق إلى حرام. جميل جدا. طيب، في بعض الأحيان قد يقوم ذلك المعلن بوصف تلك البضاعة وصفا فوق الحقيقة وفوق الواقع، هل للشخص أن يسكت عن هذا الأمر صاحب السلعة؟ نعم، صاحب السلعة لا يجوز له أن يسكت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر والمبالغة في وصف السلعة. تقرير. هذا من التغرير، ومما يعني يؤثر على الرضا، لأن من شروط صحة البيع الرضا، والرضا المشوب بشائبة التغرير لا يعد رضا تاما. فلذلك يجب على البائع أن يكون صادقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن صدق وبينا بورك لهما في صفقتهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فالكذب أو الكتم للعيوب مما يمحق البركة، وهو من المحرم شرعا. لذلك لا يجوز لمن يروج لغيره أن يصف السلعة بصفة ليست فيها، وإنما يصفها بما فيها. لا مانع أن يظهر محاسن هذه السلعة بشرط أن تكون موجودة فيها. نعم. وعلى صاحب السلعة نفسها أن يكون أيضا صادقا في المواصفات التي يعطيها لهذا المروج، ولا يقبل منه أن يزيد أو أن يبالغ أو أن يصفها بما ليس فيها. جميل. طيب، أيضا المعلن هنا، هل هو يعني يخلص أو لا ترتب عليه ما قد يكون من إثم إذا كانت تلك السلعة التي يروج لها بمواصفات غير صحيحة وهو لم يتبين من صحة المواصفات؟ يجب عليه أن يتبين، لابد أن يتبين، لأنه إذا لم يتبين سيقع في المحظور، خاصة مع كثرة الترويج وتدفق المال عليه قد يجعله يتوسع في الوصف. فلابد أن يحتاط المروج لنفسه حتى لا يكون عونا على خطأ أو على باطل، ويضع لنفسه قاعدة في الترويج، وحتى لا يوقع الناس في الخطأ أو أن يغرر بهم. نعم. فلابد إذا تقدم إليه من يريد الترويج لسلعة أن يتثبت منه بما تطمئن به نفسه، قد لا يصل إلى اليقين التام، لكن أدنى الدرجات أن تطمئن نفسه إلى صدق صاحب السلعة في سلعته. ويمكن أيضا أن يستعين بمحركات البحث وغيرها
مما يعينه إلى أخذ يعني معرفة إجمالية على الأقل عن هذه السلعة وعن صفاتها وعن نفعها، فيورثه نوعا من الطمأنينة تمكنه من الإعلان عن تلك السلعة. هل هناك فرق في بين الحالتين، بين شخص يقول إنما أنا ناقل وإنما أنا صفحتي هي جعلتها للإعلانات، ويتحمل ذلك الشخص صحة ما في كلامه أو يعني عدم الصحة، وبين شخص آخر يقول أنا ألتزم بالمواصفات وكل ما أذكره هي أمور أتحمل يعني حق يعني صوابها وأمتأكد من صوابها؟ يعني إذا أراد أن يتحمل هو المسؤولية فهذا يجعله يتحقق كثيرا، نعم لا يكفي مجرد طمأنينة لأنه حمل نفسه المسؤولية، لكن إذا أراد أن يخفف عن نفسه ولا يتحمل المسؤولية كاملة فليتحرك قدر المستطاع، ويمكنه أن يحتاط لنفسه بعبارة يضعها في المعرف بأنني لا أتحمل المسؤولية في حال ما لو وجد خلل في مواصفات هذه السلعة، وعلى الراغب فيها أن يتثبت بنفسه أو أن يتحقق ممكن يضع هذه الجملة مثلا، لكن ذلك لا يغنيه هو أيضا عن شيء من التثبت وعن شيء من الاحتياط منعا لنفسه وتربية لها عن الانجرار، لأن هذا الطريق إذا ساق الإنسان نفسه فيه يجده حلوا من حيث الظاهر لأنه يعني يجر إليه أموالا كثيرة، لكن قد يدفع إلى التساهل وإلى التخفف من الالتزام بالضوابط الشرعية، فلذلك لابد أن يضع للإنسان لنفسه قاعدة ونظاما حتى يحمي نفسه ديانة ويحفظ نفسه من الضحك أو من التغرير بالناس أو دفع الناس إلى شراء سلع ليست بتلك المواصفات التي تذكر فيها. طيب هل يلزم التخصص أن يكون متخصصا في كل مجال حتى يروج له، أو يكفي في ذلك أنه يطمئن كما يطمئن أي مشتري من هذه السلعة؟ لا يلزم أن يكون متخصصا، لكن يبحث ويتحرى، ووسائل البحث والتحري والسؤال بحمد الله في هذا الزمان يعني متوفرة وكثيرة. نعم. من الصعب أن نشترط التحقق التام أو أن نشترط التخصص، لكنه يعني نريد أن يكون معه نوع من التحرز ونوع من الاحتياط ونوع من التثبت حتى لا ينجر مع رغبات نفسه ومع رغبات المعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.